يوم الاثنين الماضي على مسابقة مواهب الجمهورية الجديدة لاكتشاف المواهب الغنائية في دورتها الأولى التي أطلقتها بوابة الجمهورية أونلاين وجريدة المساء، التي توافد عليها العشرات من المتسابقين أصحاب المواهب على مدار شهر كامل من داخل وخارج مصر. الفنانة نادية مصطفى وكيل نقابة الموسيقيين أحد أعضاء اللجنة أكدت أن المسابقة تدعو للتفاؤل بوجود مواهب جديدة تستحق أن تتواجد على الساحة. تقرير ثم نعود. تحت عنوان مواهب الجمهورية الجديدة انطلقت مبادرة ومسابقة اختيار المواهب الغنائية في دورتها الأولى والتي أطلقتها جريدة المساء تحت رعايتها، والتي توافد عليها العشرات من المتسابقين من أصحاب المواهب على مدى شهر كامل، حيث تم اختيار 6 فائزين من بين 20 متسابقا وصلوا للتصفيات النهائية من جانب لجنة التحكيم والتي تضم نخبة من كبار المطربين، وهم الفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبد الباقي والمطرب مجدي القاسم. طبعا أنا سعيدة جدا جدا بالأصوات كلها اللي قدمت والمواهب الجميلة اللي بتثبت فعلا دايما ان مصر ولادة وان مصر مليانة خير، وفي أصوات كتير مش عارفة يعني تحط رجليها على الطريق الصحيح. فطبعا بشكر يعني الصرح الكبير جريدة الجمهورية بأنها بتكتشف المواهب. المسابقة بجد جميلة، يعني أثمرت عن 6 أصوات. احنا كنا على فكرة كلهم حلوين، يعني مش عايزة أقول 6 تحديدا، لكن هو كان المفروض نختار 3 من 20، احنا اخترنا 6 لان كنا محتارين وكنا عايزين نفرح الناس ونشجعهم. بجد الستة ما شاء الله حلوين قوي، وحتى اللي ما فازوش ان شاء الله دكتور منال عفيفي يعني شاكرة، يعني قالت دلوقتي او قررت ان هي هتشجع الباقيين بان هي تدربهم، تدرب الاصوات بتاعتهم. هي اصوات حلوة بس احيانا بتبقى عايزة تتصنفر شوية الخامة بتاعتهم وتتوجه، ف ده مهم جدا. احنا كنا بنحاول نواجه الاسفاف الفني والاغاني المبتذله واغاني المهرجانات اللي بقى اثرت على الذوق العام، فقلنا نحاول نعمل مبادره او مسابقه ننتقي الاصوات الجميله الحقيقيه المواهب الحقيقيه اللي موجوده في جميع محافظات مصر. فاعلنا عن مسابقه وتقدم الناس من جميع المحافظات وناس من داخل مصر ومن خارج مصر بدون ما كانش في معيار للسن، اي سن طفل او كبير يعني. وتم اختيار لجنه بمعايير مهمه جدا، ومحدش تقاضى مبلغ، لا احنا ولا المتسابقين دفعوا حاجه ولا اعضاء اللجنه تقاضوا اي فلوس. كل ده هدفنا اخراج اصوات جديده تكون قوه ناعمه لمصر الفتره اللي جايه داخل وخارج مصر. الثلاثة اللي هيعملوا اللي هيكسبوا هيعملوا 3 اغاني ليهم. انا عرفت المسابقه من عن طريق النت عادي، كنت بقلب على الفيس فلقيت الاعلان بتاع المسابقه وكده، شايفه ان هي بتدي فرص كتير ان الواحد يكتشف مواهبه ويعرفونا وكده. يعني بدايه حلوه جدا لمشوار جديد ان شاء الله. نسمع علينا الهوى من نفراء الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شمس الدين العربي لبرنامج حقائق وأسرار.